دايرين بخير؟ كل شيء مزيان، لاباس عليكم؟ اذا اصدقائي، اليوم سوف اشرح لكم طريقه وهي من الطرق الجيده والجميله. اذا كان لديك مثلا حاسوب، مثلا نفترض لديك حاسوب محمول ولديك بعض الملفات الكبيره وتريد ان ترسلها الى حاسوبك عبر يعني من هاتفك الى الحاسوب مباشره وبدون تاخير، يعني ترسل له ملفات ربما تكون كبيرة وفي ظرف وجيز جدا ورائع. إذن كيف نقوم بهذه الطريقة؟ سوف أريكم هذا في هذا الفيديو، تابعوا معنا. إذن سوف نذهب يا أصدقائي، تابعوا معنا، انتظروا. نقوم بتحميل هذا البرنامج الذي يسموه دادر. اين هو؟ اوكي، اين هو هذا؟ هو افضل برنامج واسرع برنامج هو موبايل تو بي سي ترانسفر. سوف نضغط على موبايل هوت سبوت، نضغط تورن اون هوت سبوت، هنا سافتح هذه، سيعطيني هكذا. فتحتها، تضع له اسم لهذا الانترنت مثلا، تضع له كود مثلا، ستتركها كما هي وسأذهب وافتح نفس هذا الهوت سبوت في الحاسوب. الان نعود الى البرنامج هكذا ونختار فري موبايل هوت سبوت هكذا، والآن سوف نتجه إلى الحاسوب ونقوم بإدخال هذه المعلومات. إذن هنا في الحاسوب سأضغط هنا وأختار هنا، ها هي التي فتحتها بالهاتف، الهوت سبوت. نتأكد أنه دخل إلى الشبكة الوهمية. نعود إلى الهاتف. إذا هنا سأدخل المعلومات الموجودة هنا، CC 4. يمكنك أن تضع أي كود تريد وأضغط تيست. هذا الاتصال بنجاح، جيد جدا. نضغط هنا، اذا نضغط هنا على نيكست الان ونضغط فينيش. هذا يعد من افضل واسرع البرامج، جربت عدة برامج كانت كلها فاشلة، هذا هو البرنامج الذي يعمل بسلاسة وبسرعة كبيرة في نقل الملفات من هاتفك إلى الحاسوب والعكس. هذا جيد، تأكد دائما أنك دخلت إلى نفس الإنترنت الوهمية، التي فتحتها في جهاز الهاتف. الآن سوف نقوم بنقل الملفات. إذا هنا الهاتف وهنا ملف هنا بالحاسوب، سأضغط فقط على هذا السهم مباشرة سيظهر هنا سرعة، هي سرعة نقل الملفات مباشرة. كما ترون فإن الملفات يتم تحويلها بسرعة كبيرة جدا، وأيضا حتى لو كان الملف كبير يعني بشكل رائع. الآن فقط تنتظر، عندما تنتهي الملفات ستجدها ملفك بالحاسوب مباشرة. لا تنسى تضغط لايك واشتراك للقناة.